نورتينا يا غالية. شيل القناع يا فاجر، أنا مستنية أشوف الوش ده من زمان. لا مؤاخذة ميرو. كنزي؟ أنت سوبر ميرو؟ سوبر ميرو إيه بس وبتاع إيه؟ أنا فصلت بدلة زي بدلة سوبر ميرو وكلمتك من رقم غريب عشان أشوفك. يا نهار أسود ومنيل، يعني أنت من سوبر ميرو الأصلية؟ يعني لو سوبر ميرو كنت سبتكوا تهزقوني ولا تبهدلوني كده كان زماني أصعقتكوا ولا حرقتكوا. يعني أنتِ عرضتي نفسك لكل الخطر ده عشان خاطر وحشتك؟ كيوت قوي صح؟ وده وقته، ده أنتوا في عصابة وهتتضربوا بالرصاص. ما تسيبوا مفاجر وربك، دول شكلهم جوز عصافير. والله دماغك أنت اللي فيها عصافير. يا مروان أنا كان عندي استعداد أعمل أكتر من كده عشانك، بس أنت اللي خلاص اتعميت وما بقتش شايف قدامك غير سوبر ميرو. هي ميرو بس، ده في ناديين وناردين، أنا مش عايز أتكلم. واضح إن أنا بوظت الدنيا. وبعدين يا فاجر في حكايات الحب والحمضانة دي، إحنا بعد ده كله لسه ما قبضناش على سوبر ميرو. الله، انتوا كل ده عايزين توقعوا سوبر ميرو؟ انتوا كده جيتولي في ملعبي، انا ما بكرهش في حياتي حد قد سوبر ميرو دي. فكوني وانا اقول لكم تعملوا ايه. فجر فكها، البت دي باين عليها غلاويه وهتفيدنا، فكها. حساب يا سوبر ميرو. البطلة الخارقة ما بتدفعش فلوس. سوبر ميرو تستخدم قوتها الخارقة للقيام بأعمال البلطجة والشغب لترويع الضعفاء. هذا ما ظهر بالمقاطع المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي. هل فقدت سوبر ميرو سيطرتها على قوتها؟ أم هو جنون عظمة سيطر عليها؟ هذا ما ستكشفه التحقيقات. تحقيقات؟ تحقيقات إيه دي يا بابا؟ هي ميرو ده يعني تاكلي زيلاتي من غير ما تدفعي. لا والله احنا عظيم يا بابا، مش انا، انت عارف كويس قوي ان انا بحب اكل ايس كريم كده، ما بحبش اكله بالمعلقه. ايوه صح. امال مين اللي عمل كده؟ سوبر ميرو. ايه ده؟ ما انا كنت متخيل ان هي بني ادمه كويسه وبتراعي الناس وبتاخد بالها من الغلابه، بس بصراحه انا اكتشفت غير كده تماما، ان هي بني ادمه تحولت تحول تام، وانا ما قدرتش اكمل بصراحه، اخلاقي ما تسمحليش، فانسحبت على طول. يعني هحكي لحضرتك على قصه. احنا كنا قاعدين مره في كافيه، فجه الويتر عشان يشوف احنا هناخد طلبات ايه، فطلبت مياه غازيه مع شويه تلج. الويتر راح ورجع نسي يجيب التلج، راحت قايمه نفخه فيه قلبته لوح تلج وضربته سيف يد، نزلت منه شويه تلج كده في كوبايه وقعدت تشرب اكن مفيش حاجه حصلت. حضرتك متخيل الشر؟ ايه الافوره دي يا مروان؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يا بابا يا بابا، ده عاملين حمله لتشويه سمعتي. سمعتك ايه؟ دي سمعه سوبر ميرو، واحنا خلاص مش عايزين منها حاجه. ايوه يا بابا، بس حرام بعد كل الخير اللي هي عملته ده يبقى جزاتها. طب مين اللي مصلحته يعمل كده؟ انا عارفه كويس مين اللي عايز يأذيني ويكره الناس فيا. سوبر ميرو، انت ليه تعمل فيا كده؟ ليه تشوه سمعتي عشان تحقق خططك الاجراميه؟ خطط اجراميه ايه بس يا سوبر ميرو؟ اكيد في حاجه غلط. ايه دي؟ نزلي الالكتريك ده كده خطر جدا. نزلي ريلاكس ريلاكس، مفيش حاجه مفيش حاجه خالص. انا خلاص يا بلبل عرفت حقيقتك وما رضيتش ابلغ عنك البوليس عشان هكهربك الساعه النهائيه. الحقني يا هدهد، الحقني، هتموتني والله هتموتني. اديله اديله كمان يا سوبر ميرو، ده سابني في الحجزبات لحد ما البراغيث كلت جسمي كله. انت دلوقتي هتسجل لي اعترافات بكل الجرائم اللي انت عملتها انت والعصابه بتاعتك. جرائم ايه بس يا سوبر ميرو؟ انا ما عملتش حاجه يا جماعه، انا بريء جدا والله. ما تحاولش تسيع عليا، انا لسه شايفاك وانت واقف مع جلهوم. فادي جلهوم، الله يخرب بيت اليوم اللي شفته فيه جلهوم. جلهوم ده مجرد مريض بيتعالج عندي. يا سلام يا اخويا، انا سمعتك وانت بتقول له الخطه دي خطه علاجيه. يا جماعه انا ماليش علاقه خالص بشغل العصابات والمجرمين دول. يا سلام، ولما انت عارف انه مجرم ما بلغتش عنه ليه؟ ما ينفعش يا هدهد، انا ما اقدرش اخرج الاسرار بتاعت المرضى بتوعي. لا انت دلوقتي هتكلمه وتخليه يجي عشان نمسكه ونوديه البوليس. لا 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 خالص، ما ينفعش انا اللي اسلمه، لازم اعالجه الاول واقنعه ان ده الصح
علشان يسلم نفسه عن اقتناع. اقتناع ايه؟ هو انت هتلبسه الحجاب؟ بتقول لك مجرم وعمل جرائم كتير. انتوا عايزين ايه من جلهوم؟ جلهوم ده بني ادم طيب جدا. انا لمسته من جواه، انتوا شايفينه من براه. على فكره بقى، جلهوم وعدني انه هيبطل كل حاجه، ويبطل شغل اجرام، ويبطل المخدرات، وهيحلق شنبه، وهيكمل تعليمه، وهياخد كورس انجلش. سيبوه في حاله بقى، سيبوه في حاله. ايه ده؟ ايه الاوفر ده؟ بقول لك ايه، ناولين الساعك ده؟ ناولين الساعك؟ انت بتقوليها ازاي؟ الساعك اللانهائي، الساعك اللانهائي. اهو كده بقى سوبر ميرو شوكتها انكسرت. وحليني بقى لما ترجع تاني. بس بنت كنزي دي سن اكتر مني، صحيح ما يجيبها الا ستاتها. يا كرم الله، كده اقدر اخد الاجازه وافرج الواد على البطريق. ايه ده بس يا فاجر؟ هو البطريق يعني هيطير؟ اه هيطير مش طائر. اسمع، انا هديك اجازتك بس بعد ما نخلص العمليه. العمليه دي لازم تتم في سريه، يعني تعاملاتك مع رجالتك بالشفرات، ومفيش احتمال للخطا، لان انا حاطه فيها كل ما امتلك. ليه يا كوبرا؟ ليه المجازفه بس؟ ما احنا ماشيين زي الفل والدنيا اخد حلاوه. لما يبقى المكسب مليار جنيه تبقى تستاهل ولا لا؟ مليار جنيه؟ يا كرم الله، ايه ده؟ ده المبلغ ده اقعد اعد فيه لحد ما اموت. بس قولي لي، ايه العمليه اللي مكسبها مليار جنيه؟ الاثار، اثار البلد دي غاليه.